السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة رمضان يجمعنا. وفي حلقة النهاردة واللي هتكون من اقوى الحلقات واللي هتكون بشكل حصري على قناة رمضان يجمعنا، واللي هنتكلم فيها عن مسلسلات قناة ام بي سي مصر المبدئية، واللي بصراحة قناة ام بي سي مصر هتضم السنة دي مسلسلات قوية جدا وبشكل بعيد عن السنين التانية. المهم تعالوا نروح نشوف حلقتنا النهاردة ونتعرف على المسلسلات مع بعضينا. بس قبل بداية الحلقة، لو انت كنت اول مرة تشوفنا، فياريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد لحد عندك، وياريت توصلوا الفيديو ده 5000 لايك علشان نبدأ في تغطية مسلسلات رمضان ونعمل لكم تغطية حصرية. فيلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة، ومش هنطول عليكم اكتر من كده، ونقول بسم الله توكلنا على الله. هنبدأ القائمة بتاعتنا بمسلسل تقاطع طرق، واللي هيكون من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح وأمينة خليل. بتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية والسفر إلى الخارج. المسلسل رقم 2 معانا، وهيكون مسلسل أحمد مكي، واللي لسه لحد دلوقتي محددوش ليه اسمه، ولكن هو هيعلن عن تفاصيل المسلسل بعد ما يخلص فيلمه الجديد اللي بيصوره حاليا، واللي هيكون من إخراج عبد الله أبو الفتوح. والمسلسل اللي بعد كده هيكون مسلسل غادة عبد الرازق، وكمان اتعقدت على مسلسل جديد غادة عبد الرازق للمنتج صادق الصباح، ليكون في السباق الرمضاني لعام 2021، وهيكون مسلسل تحفة وهتكون عودة قوية جدا لقناة ام بي سي مصر. المسلسل رقم 4 معانا، وهيكون مسلسل من بطولة دينا الشربيني، واللي هيكون بشكل مختلف عن اي مسلسل عملته قبل كده، واللي لسه محددوش ليه اسم لحد دلوقتي، ومن المنتظر عرض التفاصيل للمسلسل قريب. المسلسل رقم 5 معانا، وهيكون مسلسل اللعبة الجزء الثاني، واللي هيكون من بطولة شيكو وهشام ماجد، ومن انتاج شركة سكرين 2000 للمنتج امير ابراهيم شوقي، والذي عرض منه الجزء الاول خلال شهر رمضان الماضي على قناة ام بي سي مصر، وهيتعرض برضو الجزء الثاني على نفس القناة. المسلسل رقم 6 معانا، وهيكون مسلسل اسود فاتح من بطولة هيفاء وهبي واحمد فهمي، ومن انتاج شركة صادق الصباح. المسلسل رقم 7 معانا، هيكون مسلسل من بطولة مصطفى شعبان. نيجي لاخر خبر معانا، واللي هيكون بخصوص برنامج رامز جلال اللي هيكون في موسم دراما رمضان 2021. البرنامج لسه ما تمش الاعلان عنه، ولسه ما فيش اي اخبار عن البرنامج. هسيب لكم لينك فيديو في الوصف، هتعرف منه كل حاجه بخصوص برنامج رامز جلال، وايه الافكار اللي ممكن تتعمل، والتوقعات عن برنامج رامز جلال. وام بي سي مصر كانت عامله ضجه كبيره جدا لحد قبل عام 2017، ولكن من 2017 لحد 2020 مستوى القناه نزل تماما. لكن قبل كده، قبل 2017، كانت ام بي سي مصر مكتسحه الموسم الدرامي، لكن بعد توسع سينرجي والتعاقد مع نجوم كتير جدا، فخلى المنافسه مع اي شركه شبه مستحيله تنافس شركه سينرجي. لكن ام بي سي قررت السنه دي تعمل حاجه مختلفه، واللي هي تضم مسلسلات قويه وتضم نجوم قويين كمان علشان تنافس في موسم دراما رمضان 2021، ودي اللي هتكون بدايه ام بي سي مصر بعد عام 2016، واللي ده كان وقت المجد القناه ام بي سي مصر. لكن بعد كده 2017 2018 2019 لحد عام 2020 مستواها مش هو. واحنا هنكون معاكم خطوه بخطوه عن كل المسلسلات اللي هتتعرض على قناه ام بي سي مصر، واكيد في مسلسلات هتشال من القايمه بتاعتنا، وفي مسلسلات هترجع تاني في القايمه، وفي مسلسلات جديده هتتحط في القايمه. فتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس علشان كل اللي احنا قلناه ده تتابعه معانا لحظه بلحظه. وكمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وصل الفيديو ده ل 5000 لايك علشان يوصل لعدد كبير من الناس. فويس اوفر محمود مسعود من قناة رمضان يجمعنا، واشوفكم على خير في الفيديو القادم على نفس القناة. يلا سلام.